ده تقاوي راجل ده ولا البدا فندي فين يا واد؟ راح لمينا وجاي حالي. طب روح استعجله. حاضر. اتفضلوا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. ايه اليافطه دي؟ ده البدا فندي. ما هو البدا فندي ده ابو النسب. ازاي يعني؟ اصل قريت الفاتحه مع علي عزيزه بنتي. الله، هي عزيزه هتتجوز الباز؟ ليه لا؟ راجل مثقف ومستوعب الاشياء وقاري. هو عزيزه موافقه على الحكايه دي؟ ما دام انا موافق مفيش معارضه ابدا. طب ومالهم ما اتجوزوش لغايه دلوقتي ليه؟ والله بقى المدام بتاعتي راسها والف صارمه قديمه، لازم حميده الكبيره تتجوز الاول. طيب وحميده الكبيره دي ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ اسمها ونصيب يا ما جالها عرسان وتيجي في اخر لحظه وتتعقد، لكن انا قلبي حاسس إن العقدة هتتفك على إيديكم. ما بقاش بقى لا إله. قوم. قوم. البسطة جت يا ولد؟ لسه بس يا فندم. طب إذا جه حد يسأل عني خليه يستناني بره، أنا مش هنا خالص. حاضر يا فندم. أهلا ريس حنفي، خير؟ مين دول؟ دول جماعة معارف قديمة من رشيد، بعت لهم نورماندي وجاي لجنبك عشان تكتب لنا العقد. يه 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 يه. انت بعت لهم نورماندي؟ خدمة لوجه الله، كمان أحب أساعد الشباب الناهض. وخدت منهم دول كام يا ريس حنفي؟ 10 مقدما و15 مؤخرا. صلاة النبي أحسن. أحسن. معاكم رخصة الصيد يا شطار؟ لا والله احنا ضيعناها في رشيد. طب دي فيها مخالفة وغرامة وحبسة او احداها. يلا بينا، بلاش نورماندي. يلا بينا. بلاش نورماندي ازاي؟ وانا خلصت ازعالكم؟ انا طلع لهم رخصة يا باشا افندي. اساميكم. انا اسمي حسن محمود. وانت؟ حميدو السيد ابن حميدو. صلاة النبي احسن. وساكنين فين؟ اكتب عنوانهم عندي انا. دول يظهر عزاز عندك قوي يا ريس حنفي. يا عم ما تخلصنا بقى، انت سمسار ولا وكيل نيابه؟ دي بيقول ايه الجدع ده يا ريس حنفي؟ حنفك اصله خايف لابو نعناع يبرد. ابو نعناع ده ايه بقى؟ اصل المدام بتاعتي عامله لهم شويه شاي بنعناع. صلاه النبي احسن. ده انتوا دخلتوا في الجد قوي. بتبصموا ولا بتمضوا؟ بنبصم بس بسيط. طب صباعك. بس تاخد دقة. راخر صباعك. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك يا حاج افندي. اوان بقى افندي زي زيه كده خلاص؟ لا مؤاخذة يا باز افندي، اصل دلوقتي بقينا جمهورية. هات الختم بتاعك. هات. اتفضل. كلمت المدام ولا لسه يا ريس حنفي؟ أنا اديتك كلمة راجل وقريت الفاتحة معاه، وأنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبداً. والمدام موافقة والأشياء معدن. طيب ومستني إيه؟ اعتبرها دخلت، عزيزة لك وأنت لها، بس اصبر عليا همسة حائرة. طيب يا ريس حنفي أنت بقى مع السلامة. وأنا هبعت لكم العود بعد التسجيل على البيت. مع السلامة يا حبيبي أنت وهو. الله يسلمك يا بسبوزة فندم. صلاة النبي أحسن. يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. حمود بحصة يما، ذنب في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكر. أنا عارفة راحوا فين العرسان؟ زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اخترت أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل، الصبر نفد مني خلاص.
مالك يا عزيزه يا اختي؟ انت عارفه ان جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقايا؟ يا نصيبتي؟ يعني ايه؟ يعني هفضل طول عمري عايشه لوحدي؟ وحيد ونهان شريط حيران ابكي وانوح على هوايا واضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ انت عارفه انهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي انت؟ اهم دلوقتي هيتجوزوني الباز افندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني ايه يا عزيزه يا اختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على عقل الباطن. مالكوا يا بنات؟ بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه واختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي. الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش. الكلام ده ايه يا عزيزه؟ امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرفانها. ياما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت وتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عوافي ام حميده. يا عفيف يا حنفتي، تعال شوف لك حل مع استا عزيزه. ايه يا عزيزه؟ زعلانه المدام ليه؟ يا انا عندي اموت ولا اتجوزت البازا فندي ده؟ كلام ايه ده يا عزيزه؟ ده الراجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي، ما دام ما بتحبوش مش ضروري تغصبوه على جوازه. وانت مالك يا بارد انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البلد ده برقبتي. طب اطم رقبتك منك لو. الله يسامحك. وانت يا حميدة ربنا يفك عقدتك انت كمان. هو يرزقك بابن الحلال يا حميدة يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا أنسة حنفي. الشاي يا عزيزة. الفطير يا حميدة. حاضر يما. أوامك، عاوزة أكل. على عيني يما. أمري ولا نفذ يما. يما افتحي له الباب يما. يا حلاوتك يما. اتفضل يا حسن أفندي. اتفضلوا. اتفضل. وناويين تسكنوا فين يا شبان؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. ودوروا ليه يا ابني؟ ده احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. يعني خشها الشمس والقمر. وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. عايزتوا حاجه بلا قافيه؟ محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخرة نورماندي تو؟ نورماندي ايه يا سيدنا الافندي؟ بقول لحضرتك دي قصر منيب. دي مصلحة المواني والمناير. حبت تأجرها منا ما رضيناش أبدا. يا سلام. أنت ليه ما بتعرفش سويسي؟ ده أنتوا حظكم السما اللي وقعتوا في إيدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على إيه تاني يما؟ أجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من صبر ظفر. ظفر؟ هو في أكتر من كده ظفر. يلا يا بنات انزلوا نضفوا لهم الاوضه. يا سلام، احنا اللي نضفها ليه؟ هنسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخه؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عزيزه يا بنتي، الاوضه وسخه قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميده انزلي مع اختك. يا سلام عليك ياما، مش تستني لما ابن حميد يشرب الشاي. يا بنت بتاكل. بس افتحي عينك كويس يا بنت، انت فاهمه الباز بتاعك ولا ايه؟ بشر اذا كنت انت ولا الباز. لكن هتتجوزيه غصب عن عينك. ده بعدك، ده انا اتجوز اللي على مزاجي انا. مزاجك؟ وانت كمان لك مزاجك؟ طبعا، والا ما كنتش كرهتك من اول نظره. طب انا بتكرهيني والباز بتكرهيه، امال بتحبي مين؟ مع الاسف لسه ما لقيتش راجل عشان انا احبه. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل انسان يحب؟ ايوه، كل انسان طبيعي لازم يحب. طب انت بتحب مين؟ بكل اسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبه اقدر احبها. انت يا قليل الادب. طب وانت زعلت ليه؟ عشان انت بتقول كلام يزعل اهو. طب ما تزعليش، حقك عليا. انا صحيح ما حبيتش لغايه دلوقتي، لكن لو لقيت واحده حلوه ولسانها طويل حبتين يمكن احبها. ومش بعيد ابدا اني اموت فيها. ويجوز كمان اني اعبدها. وكمان بتمد ايدك عليا. انت هتنضفي الاوضه ورجلي فوق رقبتك. عايزني اشتغل تشتغل معايا، مش خدامه ابوك. ابويا؟ ايه؟ حاجه غريبه دي. ايه ده؟ هاي ما تفتح انت يا جماعه، انتوا كده بتعملوا مصيبه. يا سيدي طولي بالك على الجدع، مش فاتحه خير
في ايه؟ وقعته ليه؟ عارف يا اخي ما تمادرني النيله دي النيله. انا مش عارف ده غلط ولا ايه؟ امسك معايا امسك معايا. خد ايدك انا عمرك ما هيك ساعد حد. ايدك مين يا اخي ما تيجي تخلصنا من النيله دي؟ تعرف يا ابن حميدو ولو انهم بنات اشياء انما دمهم خفيف. يلا شد حيلك يا عم علشان نجوزك عزيزه. عزيزه عزيزه مخطوبه للباب. يه نفسخ الخطبه. انا هكلم لك امها. لا يا ابن حميدو الجواز دي حاجه مهمه مش لازم الواحد يتصرف فيها. واحنا جايين السويس مش عشان نتجوز، احنا جايين عشان نشتغل. يلا بقى نام وبكره الصبح هنروح نستلم المركب. مركب؟ مركب ايه؟ النورماندي. انت نسيت؟ تصبح على خير. وانت من اهل النورماندي يتوب. اهلا. يا ممكن أيها الصياديون، يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي تو نورماندي تو إلى أصحابها الجدد حسن أفندي وابن حميدو أفندي. تعيشوا محميدة سيدة البحار. تعيشوا محميدة سيدة البحار. مش عايزة هتاف خاص، عايزه هتاف عام. يعيش البحر الاحمر المتوسط. يعيش البحر الاحمر المتوسط. والان ايها الاخوان المجتمعين في هذا الصوان من سالف العصر والاوان، اسلم حسن افندي القبطان وابن حميد افندي القرصان المفتاح الذهبي للباخره العظيمه نورماندي تو تو تو. والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراك ومرساك. Thank you.